خبر مهم جدا، اتفضل. وهو خاص بمباراة القمة الأخيرة ما بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري. اتحاد الكرة قرر اعتبار الأهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الموسم، يعني بخلاف إن خلاص الزمالك كده خسر المباراة دي، ما زي ما قلت لك، و3 نقاط أخرى مع نهاية الموسم. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق نادي الزمالك باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200,000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه. وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات. هنا هم لجأوا للائحة المسابقات وللائحة المكملة للمسابقات اللي هي خاصة بالبند رقم 30 تحديدا، اللائحة المكملة للائحة لجنة المسابقات دي تم إصدارها يعني مع بداية هذا الموسم. بالتالي إيه رأيك في الخبر ده؟ شايف إن ده كافي؟ لا، غير كافي طبعا بالمرة. الخبر كافي. ده أو القرار ده هيخلي الأندية تتجرأ إن هي تعمل نفس المشهد اللي احنا شفناه ده تاني. تمام. لازم كانت عقوبات صارمه اكتر من اللي احنا شايفينه ده. ده بيرسخ مبدا المشهد العبث اللي احنا شفناه. ده بيخلينا رايحين برضو في سكه ان لا، اي حد بقى عايز يعمل اي حاجه يعملها، يعني اي حد عايز ينسحب يا جماعه انسحب، هم 3 نقط بقى لاخر الموسم وخلاص بقى، كل سنه طيب. كل سنه طيب تمام. فانت بقى خلاص، انت الماتش ده مش عاجبك خلاص ما تروحش، يعني ما ايه 3 نقط مش قادر تلعب النهارده مثلا. بالظبط، مش قادر تلعب النهارده خلاص. بالظبط، الله ينور عليك. فخلاص بقى يعني مش مريح النهارده، فدي مهزله. هو احنا بنشوف الكلام ده مثلا في الدوري الانجليزي، ليفربول كان عنده ارتباطات قد كده واجبروه ولعب واجبروا يورجن كلوب ان هو يروح. هل القرارات دي كافيه لتعويض شكل الكره المصريه ومظهر الرياضه المصريه قدام الناس كلها، قدام العالم كله؟ لا طبعا، ده القرارات دي هترسخ ان انت، انا كمستثمر دلوقتي هيجي هيشوف القرارات دي يقول لك ايه ده، هو انا لو برع ماتش القمه ده دلوقتي تمام ماشي، وجه الموضوع باظ، والمشهد اللي احنا شفناه بتاع الزمالك والاتوبيس والجو ده، ولقيت القرارات دي، هاجي افكر بقى ان انا ارعى تاني ماتش قمه، او هاجي استثمر بقى في الدوري المصري او في الكوره في مصر؟ لا طبعا. اقول لك لا، ده كده بقى انا كده متوقع ان انا اي ماتش هروح ارعاه، ولا اي ماتش اروح او اي فرقه اروح استثمر فيها ممكن الاقي الفرقه الثانيه مش موجوده. الفرقه الثانيه هي قصه 3 نقط، ايه المشكله مش رايح الماتش؟ فده بيرسخ المشهد العبثي. يعني هم عملوا حاجه ايجابيه بصراحه دلوقتي. اول حاجه ان هم خرجوا بقرارات اخيرا، الحمد لله الحمد لله خرجوا بقرارات. ده امر كان يعني للاسف كنا مستنيينه، ما تعرفش تاخروا ليه، فده الامر الايجابي. لكن الامر السلبي ان القرارات غير كافيه لتعويض المشهد السيء اللي احنا شفناه في مباراه القمه، واللي اتنقل للعالم كله، والصحف العالميه والمواقع العالميه كلها بتتكلم عليه لحد دلوقتي، وكل المواقع والصحف العالميه بيجيبوا صوره الاهلي وهو في الملعب وفريق الزمالك مش موجود. هل ده تعويض كافي؟ خصم 3 نقاط مع نهايه الموسم ده كده خلاص حلو، سيبك من الغرامه الماديه 200,000 جنيه عادي، 200,000 جنيه عادي بالنسبه لنادي الزمالك أكيد. لكن الشكل والمشهد اللي شفناه، هل ده كافي لتعويض المظهر الخاص بالرياضه المصريه وبالقمه وبالكره المصريه؟ ما اعتقدش. ما تعتقد طبعا. وحتى المشهد العبثي في السخريه اللي حصلت مثلا، انت شفت انت الترندات كانت عامله ازاي؟ ترندات يعني حاجه كده لا تدل ان احنا بنلعب مثلا دوره رمضانيه مش بنلعب ماتش كوره. النهارده لما تقعد تدور على الاوتوبيس بتاع الزمالك، انت مش عارف يعني، لا في التلفزيون لاقيينه ولا السوشيال ميديا لاقيينه، يقعد يقول لك لا اصل الاوتوبيس اتاخر عشان كان في خناقه على السندوتشات. صح؟ والله صح ولا لا؟ او الاوتوبيس اتاخر عشان كان بيجيب اللعيبه من الدرس. هو موضوع مش موضوع حاجة سخريه، وموضوع حزن على شكل الرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا. اكيد طبعا اكيد، ما هو مشهد لا يليق بالكره المصريه. لا يليق، ولازم يعني الموضوع لو عدى كده، لو مر مرور الكرام، والله هنقف في حاجات اخطر من كده. انت هتكلم على لجنه خماسيه يا امير، يعني ما سنتش ليها غير ملفين لحد دلوقتي وفشلت فيهم. ملف تنظيم ماتش سوبر طلع بكوارث، وملف تاني بتاع الماتش بتاع المهم بتاع تولي تدريب المنتخب الوطني للمدير المنتخب الوطني، وقعدوا ودونا وجابونا 100 مره في اسم المدير الفني، وحصلت خناقات، ويقول لك لا انا عضو مجلس اداره انا عايز المدرب ده،
والعضو الثاني لا عايز المدرب الثاني وخناقه كويس. فطبعا للاسف طيب ده فيما يتعلق بالقرار، هو قرار مش قرارات يعني اتحاد مصر لكره القدم بخصوص ما حدث في مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في الاسبوع الماضي. هو قرار فعلا مش قرار. هو قرار يعني قرار وحاجه، هو ده حاجه يعني ما متوقعينها. انا كنت متوقع ان هم يخصموا ست نقط كمان يعني طلعت ثلاث يعني فكرت ان هم يخصموا ست نقط غير الثلاث نقط غير الثلاث لا انا فوجئت النهارده ان هو ثلاث نقط غير الثلاث نقط يعني هم كلهم مجمل اجمالي ست نقط.